تحت شعار الوطن محتاج جميع الهمم، خلونا نروح نشوف تقرير عن الهاكاثون، هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم واللي بيتم إقامته في جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. الهاكاثون الثالث اللي بتنظمه جامعة بنها تطبيقات الناشئة لدعم ذوي الهمم بيستهدف تجمع من المطورين والمبرمجين ومصممي الجرافيك ومصممي المحتوى لإنشاء وتطبيقات جديدة تخدم ذوي الهمم في ثلاث محاور: محور الرياضة ومحور الصحة ومحور التعليم. شارك في الهاكاثون الثالث اللي بتنظمه جامعة بنها 20 جامعة ما بين جامعة حكومية وجامعة أهلية وجامعة خاصة وجامعة تكنولوجية. من ال 20 جامعة دول كان في 30 فريق وصلوا للمراحل النهائية للهاكاثون. الأعمال اللي قدمها الطلبة أعمال مبتكرة واعدة بتقدم كتير من الخدمات لذوي الهمم، منها تطبيقات للموبايل بتساعد ذوي الهمم على عملية التعليم والتعلم، وكمان تطبيقات بتساعد على محو أمية ذوي الهمم اللي ما لهمش حظ التعليم. في تطبيقات كمان بتكتشف التوحد المبكر لدى الأطفال، وده حقيقي بيساعد الأسرة المصرية كتير للي عندها طفل بيعاني من التوحد. في تطبيقات بتساعد ذوي الإعاقة في ممارسة الرياضة، وفي تطبيقات كمان للترفيه زي الجيمز وغيرها من التطبيقات. احنا بنستهدف من كل التطبيقات دي ان بيبقى في نماذج اوليه للتطبيقات دي، والطلبه او الفرق المشاركه تقدر تتبنى نموذج العمل المناسب للاستثمار في المعرفه الناتجه عن هذه التطبيقات وتحويلها لشركات ناشئه، ويبقى لها دور في الاستثمار على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. الهاكاثون في نسخته الاولى والثانيه كان على السمارت سيتي اللي هي المدن الذكيه، والنسخة الثانية كان على السمارت جوفرنمنت اللي هي الحكومات الذكية، والسنة دي بيتكلم على تقنيات اللي هي بتهتم بذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم. احنا في جامعة بنها الأهلية السنة دي عندنا فريق السنة دي عامل بروجكت كله طلبة، الطلبة بيقدموا بروجكت عن السمارت جايد أو بمعنى الدليل الاسترشادي الذكي، وبيساعد ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الإعاقة البصرية على أنهم يتعرفوا على الأشياء، ويعتبر دليل قوي جدا ليهم في التحرك نحو الأشياء والتعرف على العملات الورقية والتعرف على كل حاجة يقدروا يمسكوها بإيدهم ويوجههم يمينا أو يسارا أو يقف عند أن هو يتقرب إلى مكان خطر. وبالطريقة دي أنا بقدر أساعد ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الإعاقة البصرية أنهم يكونوا مثلهم مثل الإنسان السليم اللي ما عندوش أي إعاقة. الحقيقة وزارة الاتصالات مهتمة جدا بالكوادر البشرية، وزي ما كل الناس عارفين أن الكوادر البشرية هي وقود صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومن هنا بيجي وجودنا وتعاوننا مع جامعة بنها اللي ابتدى من كذا سنة الحقيقة، وتم تتويجه مؤخرا بوجود مركز إبداع مصر الرقمية على أرض الجامعة. الاي تي اي جزء من هذا المركز، وحريصين ان احنا نوصل خدماتنا لأبناء جامعة بنها ومجتمع بنها من الشباب والمهتمين بتكنولوجيا المعلومات من خلال البرامج والمنح اللي بنديها. احنا بندي مجموعة من المنح للطلبة، منح للخريجين، خدمات مهمة يعرفها المهتمين بتكنولوجيا المعلومات لأنها مقدمة عبر الإنترنت، فهي متاحة للي يقدر يوفر من وقته بس يكون مهتم وشغوف بهذه الصناعة. الحقيقة منذ أشهر قليلة ابتدى تشغيل ونشر مصفوفة الخدمات الـ ITI هنا في المركز، وموجودة لشباب كتير بدعوكم تصوروا الفعاليات التدريب دوت في تخصصات مختلفة، بيستفيد منها شباب من مختلف الكليات: كلية حاسبات، كلية هندسة، كلية تربية، كلية أداب. والحقيقة برضو عشان الجامعة نشيطة، ففي الفترة الأخيرة الجامعة بتحتضن كثير من الفعاليات اللي بتضم شباب من جامعات مختلفة، فده بيشجعنا ان احنا نكون جزء من هذه الفعاليات. من أسابيع قليلة كنا موجودين كتدريب وكتوعية وكتحكيم في الملتقى الخاص بشباب تربية نوعية. النهاردة بنكرر دوت لكل شباب حاسبات من كل الجامعات المصرية برضو من خلال التدريب التقني المتخصص والتحكيم، واحتضان إن شاء الله الأفكار اللي هتطلع برضو من هذه المسابقات.
شاركت في مسابقة هاكاثون السنة دي بمشروع محو الأمية لذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق إن أنا بتعامل معهم ببرايل بيزد، تمام، عن طريق أسلوب برايل بتعامل معه، عن طريق إن هو بحط له الموبايل عنده بيبقى مكون من 6 نقط الأساسيين للغة برايل، ببدأ على طول السيستم ببدأ أتعامل معه بالأسلوب ده، تمام. الأبليكيشن كله قايم على الفكرة دي من أول خطوة خالص، من أول التسجيل مرورا بكل المراحل التعليمية اللي بيعدي بيها. شاركت في الهاكاثون في مجال التعليم بسبب ان مجال التعليم من اكتر المجالات الموجوده دلوقتي، مشاركتي كانت بنسبه كبيره في تحسين مخرجات التعليم بالنسبه للطالب والمعلم والمحتوى، لانهم هم من العناصر الاساسيه الموجوده. المشروع بتاعي بيهتم بشكل اساسي بالانديفيديوال، مش بيهتم بالكونتنت بس زي معظم الحاجات اللي موجوده.